ماراثون للقراءة انطلق بين الأندية الثقافية التي اجتمع أعضاؤها هنا، وذلك ضمن فعاليات النسخة 15 من مهرجان صيفي ثقافي في الكويت، سباق جاء لتشجيع الشباب على مزيد من السعي نحو القراءة والثقافة. القراءة الجماعية ممكن تخليك تكتشفي أشياء أنت ما كنتي مكتشفتيها، مجالات ما كنتي أنت مجربة تقري فيها قبل، زائد التشجيع اللي بيصير لما نتفق على نقرأ كلياتنا كمية معينة ثم نناقشها مع بعض، نطرح الأسئلة على بعض، بيصير في حب للأجواء القراءة بعيدا عن الصورة النمطية الناس أخذينها على القراءة أنه هي شيء معقد وانعزالي. كانت أسئلة سهلة وبسيطة ومنافسة كانت سريعة ودية، نشجع المبادرات اللي مثل هذه دائما يعني. وعلى إحدى خشبات هذا المسرح جسد أصحاب الهمم في ورشة خاصة أدواراً عبرت عن رغبتهم في اعتلاء منصة البطولة، في مسعى من القائمين على هذا الفن لدمجهم في المجتمع. بالعكس أنا تفاعلت، مو هو تفاعل، شيء كان شيء جميل يعني، وحسيت إن الولد متفاعل وحاب المكان وحاب الشيء هذا يعني. والله تفاعل ممتاز، الولد مبسوط جداً وحاسس إنه هو قادر يعبر عن مشاعره وقادر يعبر عن حركاته. ندوات وحوارات أدبية مع الرواد وورشات في مختلف الفنون تسعى لإحياء الثقافة من جديد، دعا من خلالها خبراء إلى ضرورة إيجاد أدوات تواصل مختلفة لاستقطاب مزيد من الجماهير. دائما المهرجانات الثقافية حقيقة تعاني من قلة الحضور، لأكون صريحا بهذه المسألة، وهذا يستلزم منا بأن نفكر بعناية عند إقامة أي مهرجان ثقافي بكيفية استقطاب الجمهور وكيفية أن يكون هناك تواصل. لذلك أنا أعتقد عندما تكون المهرجانات موجهة بصورة دقيقة جدا إلى فئات محددة ويقدمها أبناء هذه الفئة العمرية على سبيل المثال، نستطيع أن نستقطب الجمهور المناسب. ليلة افتتاح مهرجان صيفي ثقافي شهدت تكريم سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد تقديرا لمشواره الفني، تكريم تزامن مع احتفاء البلاد بمرور 50 عاما على تأسيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي كرس ما تبقى من أيام قليلة على انتهاء عطلة الصيف في صقل مهارات الشباب في الفن والأدب والثقافة. إقبال أحمد، سكاي نيوز عربية، الكويت.